سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار بطل اليوم زاد عام 27 في المرادية خبر المعلوم عاش فيها وكبر سنين في الحامة درس العلوم جوز فيها تلت سنين وهو في عمره 16 ادخل الثورة ما استناش 8 ماي ما ننساش في العاصمة واش كان يدير في العاصمة كان المدير وش حال عنده من مصادر خبره وصنعه في التسيير واسمه الثوري عبد القادر وفي وهر انكطاح أسير أهرب لهم بذكاه النادر وفي جون في 55 وفي نواحي قسنطينة كان مع المجاهدين وفي سمندو مهمة صعيبة والفرنسيز داروا الكامي وقف صامد مع الكتيبة شد سلاحه بين الدين واستشهد ومعاه صحابه شكون بطل اليوم؟ أنا نقول باللي عرفتوه غاول خد التليفون وشارك يلا نكتشفوه ربحوا ثقافة وعلوم وموعدنا غدوة نعودوه مسابقة رمضان 2012 تحتفل معكم بخمسينية الثورة المجيدة وتهديكم فرصة الفوز بسيارة شيفرولي سيل كل يوم خلال الشهر الكريم تعرف على أبطال الثورة وابعث برسالة قصيرة SMS إلى الرقم 66600 أو اتصل على الرقم 63 63